للتجاذبات السياسية الراهنة، ما هي آراء النخب الإثيوبية في أزمة سد النهضة؟ هل نجحت بعض الأطراف في التشكيك بالشعب الإثيوبي وولائه فيما يتعلق بالوطن دينياً وأخلاقياً وتاريخياً؟ نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج السيادة، حياكم الله. أرحب في هذه الحلقة من برنامج السيادة بالأستاذ الدكتور آدم كامل فارس، الباحث والكاتب في العلاقات العربية الإثيوبية، كما أرحب بفضيلة الشيخ حامد موسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في أديس أبابا وأحد أبرز علماء المسلمين في إثيوبيا. حياكم الله ضيوف الكرام. أهلا، حياك الله وإياك. حياك الله يا شيخ حامد. طيب، لو بدأت معك، كيف توصف العلاقات العربية الإثيوبية في شتى المراحل منذ العصور المختلفة حتى مرورا بالعصور المتأخرة حتى هذه اللحظة التي تشهدها بلادنا؟ كيف هي العلاقات بإيجاز؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأشكر الاستضافة. طبعا العلاقات العربية الإثيوبية في العصور المختلفة كتب فيها الباحثون والكتاب، وأشهرهم كان المسعودي في كتابه مروج الذات، ونعوم شقير تاريخ السودان القديم والحديث، وسليم حسن كتاب مصر القديمة، محمود عبد الرحيم كتاب المسألة الحبشية، ممتاز العريف كتاب الحبشة بينما أرب وأكسوم، والمهندس فتحي غيث كذلك أثيوبيا والعروبة، السيد زاهر الرياض نفس الشيء، الأستاذ محمد يوسف اليوسف الإسلام والعروبة في أثيوبيا. هذه الكتب كلها تعطينا مبادئ عن العلاقات العربية الأثيوبية في العصور المختلفة. هناك 10 عوامل، نعم، تربط أثيوبيا، نعم، بمنطقة الشرق الأوسط وبالذات الجزيرة العربية. هذه 10 عوامل نذكرها على سبيل النقاط لا أقل ولا أكثر. عندك الحضارة الإثيوبية القديمة أو 3000 سنة ربطت أثيوبيا، كان حدودنا مش الحدود الموجود في جغرافيا في الوقت الحاضر، كان حدودنا إلى أسوان مصر، إلى أسوان مصر. مصر، نعم. وطبعا كان هناك حكام من أصول حبشية حكموا هذه المنطقة، ثم تكلسوا إلى نبتة، كان فيها أكثر من 9 حكام ملوك. لو توضح للمشاهدين الكرام نبتة، ما تقصد بها؟ نبتة منطقة موجودة ما بين السودان ومصر. ما بين السودان ومصر، أي هي تابعة لأي سيادة الآن؟ حاليا تابعة لمصر، نعم. ثم انزحقوا وتكلسوا إلى منطقة أو مدينة مروي، هذه توجد في السودان، نعم. وفي مروي كان تقريبا أكثر من 45 حكام من أصول حبشية، كان أزهر مدينة عرفت في تلك الفترة، تنافس الفرس وتنافس الروم، إحدى الدول الكبيرة في تلك الفترة. كان عندها أكثر من 400,000 من المهن المختلفة، وأكثر من 250,000 من العسكر ليؤمنوا الأمن والسلام في هذه المنطقة. ثم انزحفوا إلى وين؟ إلى أكسوم. هذه المراحل لما تشوفها، إذن العصور القديمة أو الحضارة القديمة لإثيوبيا تجد أثاراتها وتراثها في مصر وفي السودان، إلى اليوم هناك تراث موجود يلاحظ. طيب، من بما يتعلق بالتداخل الشعبي بين الشعوب العربية وبين إثيوبيا، ما دام في حكام، نعم، ما دام في حضارة، ما دام في ملوك في هذه المنطقة، إذن كان هناك اختلاط شعبي بين الشعب المصري والسوداني من جهة والإثيوبيين من جهة أخرى. ثم نحن لا تنسى أننا حكمنا اليمن 72 سنة في اليمن، اليمن 72 سنة، هذه متى وكيف دخلنا وكيف حكمنا؟
هنا حتى اسم صنعاء المدينة اللي عندك قتال العاصمة اليمنية هم الحبوش اللي سموها، كان اسمها أزال. وناهيك نذهب بعيدا حتى دمشق، من اللي أسسها دمشقي؟ هو كان يعمل عند النمرود، الملك النمرود، أيام حاولوا القضاء على نبي الله إبراهيم بالحرق ونجا منها، ونمرود أهداه لنبي الله إبراهيم كخادم وأمين صدق له، هو اللي أسس دمشق، هو اللي أسس دمشق. فالمهم اللي عندك دمشق واللي أسسها الحبشي اللي كان يعمل عند نمرود وأعطاه هدية لنبي الله إبراهيم كان خادمه وأمينه صدق. هذه الأثارات موجودة. ثم نأتي إلى مرحلة أخرى، اسم الحبشة نفسها من وين؟ هذه قبل الميلاد بسبع سنوات، في جماعة هجروا من جنوب الجزيرة العربية من حضرموت واستقروا في شرق أفريقيا في الحبشة. كلما زاد عددهم وتغلبت عاداتهم وتقاليدهم ولغاتهم أخذت اسم الحبشة، أي خليط، خليط يعني، فهمت؟ هذه برضو اللي تربطنا بالجزيرة العربية. هذه النقطتين. تريد أن تقول أن العوامل التي تربط بين الشعوب العربية والشعب الإثيوبي هي عديدة جدا في شتى المجالات. سأتطرق معك وأعود إليك بهذه النقطة إن شاء الله. فضيلة الشيخ حامد، إذا سألتك الآن بما يتعلق بمسائل تقاسم المياه، هل لك أن تعرج لنا على الموقف الشرعي وما تأصيل العدالة الإسلامية، سواء كان من ناحية القرآن الكريم أو من ناحية السنة؟ ما هي تأصيل العدالة في استخدام الأنهار والمياه حسب الموقف الإسلامي؟ بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بما يخص أحكام تقاسم المياه لا يسعنا أن نتحدث بوسع في هذا الوقت في البرنامج التلفزيوني الذي وقته قصير، لكن عموما أن تقاسم المياه هو موجود في الفقه الإسلامي ومعروف ويعرفه كل من درس الفقه الإسلامي، والكتب الفقهية هي موجودة في كل مكان ومعروف. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز، أي إلى أرض مصر. فالمنبع المنبع معروف، هو بلاد الحبشة، من الحبشة إلى مصر يسوقه الله عز وجل بقدرته ليصل الماء إلى مصر. هذه الحقيقة هي معروفة، فقد استفادت مصر آلاف السنين من النيل الأزرق ولم تستفد أثيوبيا لأسباب سياسية واجتماعية واقتصادية كذلك. فعلى كل حال فالحكم الشرعي فيها ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حدثت المشكلة بين عبد الله بن الزبير وبين أحد الأنصار، فكان الأنصاري سأل عبد الله بن الزبير في تقاسم المياه شيئا لا يليق، فلما رفض عبد الله بن الزبير ذهب هذا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: إن عبد الله بن الزبير، يا رسول الله، إن عبد الله بن الزبير منعني الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن الزبير: يا عبد الله بن الزبير، أنت اسقي زرعك، اسقي الماء ثم أرسل له وأطلق له. فغضب الأنصاري فتكلم بكلمة شبيهة بما يشبه التذمر، التذمر بما يقوله بعض الإعلاميين من دولة مصر الآن: أن كانت ابن عم أن كان ابن عمك يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع معرفته أنه من أعدل الناس، من أعدل الناس في الحكم وفي القضاء، مع ذلك قال تذمرا: أن كان ابن عمتك يا رسول الله. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه المقالة فقال له: يا عبد الله بن الزبير، اسقي زرعك حتى لا يصل إلى نهاية الجدار، هذا حقك، فإذا سقيت وانتهيت وأكملت وشبعت وانتهى جميع ما تريده ثم بعد ذلك
أطلق له. إذن هل نستطيع أن نستدل هنا بأن يعني من حق إثيوبيا أن تأخذ احتياجاتها كدولة منبع وبعد ذلك تصرف المياه للقاهرة، أليس كذلك؟ بلى، نستطيع أن نستدل على ذلك. نعم، هي المشكلة الأساسية، المشكلة الأساسية هو الموضوع كله هو سوء التفاهم في الحقيقة. سوء التفاهم، ومصر وأثيوبيا يعرفان أنه لا ينبغي الإضرار بأحد، لأن قاعدتنا الفقهية تقول لا ضرر ولا ضرار، والحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا ضرر ولا ضرار، والقاعدة الفقهية تقول الضرر يزال، فالإضرار حرام، ونحن كمسلمين لا نريد أن تتضرر أثيوبيا كما لا نريد أن تتضرر مصر، لكن ينبغي أن نأخذ في الوسط. ما معنى الضرر؟ الضرر يزال، لكن الضرر يقدر بقدره، الضرورة تقدر بقدرها، هذه القواعد. ولا يضخم أكبر من حجمه. من حجمه. من يحكم؟ يحكم المتخصصون في الموضوع. المتخصصون من الإثيوبيين قالوا إن سد النهضة في برنامجه الحالي والتي قررته الحكومة الإثيوبية لا يضر مصر أبدا. وكذلك تقول يعني اللجان الدولية التي يعني درست ووثقت هذه الأمور بأن سد النهضة مقام على أعلى المعايير من ناحية أمان السد، وحتى لو كان هناك يعني بعض الأصوات التي تزعم بأن سد النهضة، وسأتطرق معك إلى هذه النقطة، بعض النقاط التي الأصوات التي تؤكد بأن سد النهضة هو إنما كان للإضرار بالشعب المصري ولتعطيش الشعب المصري وإغراق السودان، نريد منك فضيلة الشيخ أن تفند لنا هذه المزاعم التي يرددونها. والله هذه السياسيون دائما عندهم كلمات لا ينبغي أن تقال، أنا أقولها كطالب علم أنا هنا في هذا المقام. مصر والسودان والسياسيون فيها أو الإعلاميون ربما يتحدثون بأشياء غريبة علينا وغريبة عن الله وخالية عن الحق، لكن نحن نقول إننا في هذا البلد لا نريد أن نضر بأي دولة من الدول، لا بالماء ولا بغيره. أحسنت، وهذا ما تؤكده القيادة هنا. نعم، هذا ما تؤكده القيادة، أكدت لهم أكثر من مرة بأن سد النهضة ليس للإضرار بأحد. بالمناسبة هم يعرفون هذا معرفة جيدة. نعم. وهنا هم يعرفون معرفة جيدة، إلا أنهم لحاجة في نفسها عقوبة قضاها يقولون أشياء، فبعض فمصر بالحقيقة هي تقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. سبيل الرشاد، فهذا تعرف أن الحكومة أن الشعب الإثيوبي في مجاعة وفي جفاف، في فقر مطبق، وفي فقر مطبق جدا. يعرفون هم أن وضع أثيوبيا الآن الحالي وضع يرثى له، ويحتاج إلى سد، إلى العمل في إلى التنمية بشكل، إلى التنمية بشكل كبير، وتطوير البلد من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وكذا. نعم. وكذا من كافة الجوانب. أيوة، من كافة الجوانب. أما ما يتحدث عنه بعض الإعلاميين من أن إثيوبيا تريد مجرد إضرار، ماذا نستفيد بمجرد الإضرار يعني؟ سأتطرق إلى هذه النقطة أيضا. طيب بروفيسور آدم، لو سألتك كيف بدأت أزمة سد النهضة وما هي المشكلة الحقيقية الأساسية لهذه الأزمة؟ شوف، من البداية إذا رجعت للخلف، المواقف الحكومية المصرية منذ القدم ليست على ما يرام تجاه إثيوبيا وشعب. نبدأ بعهد الملك اللي هو خديو إسماعيل خديوي، إسماعيل الخديوي. نعم. عام 1875 جهز جيش لغزو إثيوبيا وفشل، وجاء في 1876 جهز 20,000 جيش وغزا وفشل، هزم يعني. هذه في عهد إسماعيل الخديوي. ولماذا كانت هذه المعركة؟ كلها من البداية للنهاية تحكم بالنيل، لا أكل ولا أكثر، التحكم بإثيوبيا بس. يعني هي يعني أنت تظل فكير ومتخلف ودائما من ورائي. هل ترى بأنها سياسة متبعة في مصر لإفقار إثيوبيا؟ ليش أقول لك إذا ما عرفنا السبب
نحن ما نقدر نستعد للمواجهة والاستعداد لعمل كل ما يلزم. وإذا جئت في أحد الرئيس جمال عبد الناصر، فهمت؟ الخطوات اللي عملها إقامة السد العالي، يعني الاستعداد لمحاربة إثيوبيا ما كانت في مجال برنامجه. هذه ميزة الوحيدة جمال عبد الناصر. وإذا جئت في أحد أنوار السادات هدد بغزو إثيوبيا إذا حاولت ببناء سد أو تدخل في مياه النيل. إذن مسألة السدود، يعني أنت تقر بأن إثيوبيا كانت تحاول وتمنعها مصر. وجئت في أحد حسن مبارك كانوا عنده معاونين من عندك العساكر اللي هي جنرالات، منهم عمر اسماعيل، فهمت؟ قال له إذا إثيوبيا حاولت وتحاول لبناء سد علينا الاستعداد للمواجهة وتدمير السد من بدايته. هذا القرار اللي كان فيه يعني. وعمر سليمان سافر إلى السودان وقابل الرئيس البشير، قال له أباك تعطينا قاعدة هنا لنضع فيها قوة عسكرية، إذا حاولت إثيوبيا بناء سد نقوم فورا بتدميره. وكذلك البشير رفض. نعم، تحدثت هناك العديد من الوثائق التي تشير إلى ذلك. نعم هذا فين؟ في عهد حسن مبارك. وإذا جئت في عهد مرسي الله يرحمه، وش اللي كان صار في 26 جموت 2005؟ جمع مرسي جميع أركان قيادته والبرلمان بما فيهم الكتاني رئيس البرلمان وقيادة الجيش والمعارضة والأحزاب الدينية اللي هو الأزهر والكنيسة، اتخذ 5 خطوات. أولا قال التعاون مع أرتريا، كانت بتلك الفترة معارضة بالنسبة لنا، ما كان عندنا سلام. قال نساعد أرتريا حتى تقوم بالحرب على إثيوبيا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أعمل صحوة للمسلمين الإثيوبيين أن يقوموا أن يكونوا معارضين للحكم الحالي. هناك يعني استهداف طبعاً للنسيج الوطني من خلال التغلغل في العرقيات والشعب بين المسلمين والمسيحيين. نعم. النقطة الثالثة، قال إذا كان جيبوتي عضوة في جامعة الدول العربية، نعم، تكيف الخدمات البحرية اللي تعطيها الممر، نعم، وتلتزم بمبادئ جامعة الدول العربية. نعم. حرمان إثيوبيا من الحصول على ميناء نستفيد منه. النقطة الثالثة، قالك شعب أوغادي نصلح ونجهزه يقوموا بالحرب على إثيوبيا. النقطة الخامسة، العمودي. من الذي قال هذا الأمر؟ الاجتماع برئاسة مرسي. نعم. وبحضور هذه الكوادر كلها. وقد سربوا جزء من الاجتماع. علنيا كان. نعم. لايف مباشرة على طول. وهم اليوم يتحسرون عليه ويتباكون على هذا الوقت. والنقطة الخامسة، قال لك العمودي من أصول حبشية هو يمول ونتصل بالسعوديين حتى يخرجوا من إثيوبيا ويكيف مساندة. طيب، هذه 5 خطوات في عهد مرسي. فما بالك ببقية السياسات؟ محمد الهاشمي الله يذكره بخير، اسمح لي سنقول في قناة المستقلة، نعم، يا مرسي أنا نسيت وصية الرسول عليه الصلاة والسلام في عدم الاعتداء على الحبشة باللفظ هذا. سبحان الله. مرت شهرين وإلى اللقاء بمرسي. الله. وجينا في عهد سيسي ونتطرق إليه بعدين. طيب، سنتطرق إليها حتما. فضيلة الشيخ حامد، البروفيسور آدم تطرق إلى نقطة أن القاهرة تعمد إلى أسلوب تمزيق النسيج الوطني من خلال اللعب على أوتار الأديان أو العرقيات. نريد أن نؤصل هذه المسألة وكيفية التعامل معها. هناك اليوم من يتهم إثيوبيا أو مسلمي إثيوبيا بأنهم في معزل عما يدور، وبأنهم يقفون ضد المصالح الإثيوبية وضد بلادهم. هناك أصوات تحاول اتهام المسلمين وكذلك اتهام المسيحيين الإثيوبيين. ما هي النظرة الشرعية وما الذي يتطلبه الموقف من المسلمين والمسيحيين على حد سواء للحفاظ على مصالح الوطن؟ بسم الله. أنا أيضا سمعت عن بعض الناس في وسائل الإعلام أن المسلمين ليسوا مع الحكومة في القرارات التي تتخذها الحكومة تجاه النيل.
فهذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح إطلاقا. ونحن كمسلمين نعرف أن موضوع النيل موضوع وطني سيادي سياسي، فكلنا بكاملنا بدون تحفظ مع حكومتنا ومع شعبنا فيما يقرره في كل المجالات التي تتعلق من المصالات التي تتعلق بالبلد. فما قيل أن المسلمين سيحاربون مع مصر الحكومة وكذا، فهذا عار عن الصحة تماما. وأنا أتحدث الآن كأمين عام للمجلس الإسلامي في العاصمة بعاصمة أثيوبيا أديس أبابا، أقول إننا كلنا بدون استثناء، صغيرنا وكبيرنا، عالمنا وجاهلنا، كلنا سنكون مع حكومتنا ومع القرارات التي اتخذت من قبل الدولة بكاملها بدون استثناء، وسنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتعبئة الشعب، وسنتحدث وسنقوم بما ينبغي أن نقوم به، لا يحتاج إلى تفاصيل فيما يتعلق بسد النهضة. سد النهضة موضوع وطني لا نستطيع أن نتخلى عنه إطلاقا، حتى لو أدى إلى حياتنا، لأن هذا الموضوع ليس موضوعا سياسيا فقط، ليس موضوع فئة من الفئة أو دين إلى دين، لا، النصارى والمسلمون كلنا سنكون مع الحكومة فيما يتعلق بسد النهضة. وما تتحدث به وسائل الإعلام المصرية وبعض وسائل العربية أن المسلمين سيحاربون مع مصر الحكومة الإثيوبية، فهذا عار عن الصحة كما قلت أولا. والذي قال هذا وكأنه يعني حرب إعلامي فقط ولا يعرف عن البلد وعن المسلمين. ونحن في الحبشة في تاريخنا حتى لما جاءت إيطاليا لحرب أثيوبيا في السابق، المسلمون هم الذين تصدوا جنود إيطاليا وبددوهم. فنحن فيما يتعلق بشعبنا وبما يتعلق بسيادتنا ووطننا وبما يتعلق بمصالح بلدنا لا ننفك عن مواقف حكومتنا على الإطلاق. ونحن في المجلس الإسلامي في أديس أبابا طلعنا بيان رسمي أول أمس، وقلنا مع أننا ننصح الطرفين سواء كان مصر والسودان أو كذا حتى يأتوا إلى طاولة المفاوضات، لأن الله عز وجل يقول والصلح خير، التصالح خير، نحن نؤيد التصالح بأي وجه وبأي شكل من الأشكال. ولكن إذا دعت الضرورة وإذا أصرت مصر على خلق بلبلة أو مشكلة ما في أي نقطة أو في أي سبب من الأسباب، إذا أدت إلى كذا، فنحن سنتصدى لها وسنطلع فتوى رسمية وبيان رسمي بما يتعلق بسد سد النهضة. موضوع وطني يتفق عليه الكل ولا نخالف، ولا يظن الإعلام المصري بأن المسلمين سيتعاطفون معنا وكذا. كيف نتعاطف معهم؟ خارجون عن العدالة وخارجون عن الشرع وخارجون عن العدالة، وجميع الخبراء الذين لهم علاقة بالمياه يقولون بأن ما فعلته أثيوبيا على عدل وعلى كامل، وهي تحفظ كرامتها وتحفظ أمنها وتحفظ حقها فقط. والعلماء قالوا وبعد ذلك لأي شيء ولأي أرب نكون معهم؟ هل نستفيد إذا أصبحت مصر غنية؟ هل نستفيد نحن؟ وإذا أصبحت أثيوبيا هل ألا نتضرر نحن أيضا؟ ونحن عددنا يا شيخ بدون مقاطعة عفوا، ونحن في الحبشة عددنا أكثر من 60 مليون مسلم، 60 مليون مسلم جله فقير، ونحتاج إلى مياه، ونحتاج إلى تطوير البلد، ونحتاج إلى صناعة. ومصر تطورت أكثر منا ولكن بمياهنا، مصر تطورت بمياه أثيوبيا، لأننا الأصل في الشريعة أن الماء له يعني له حق الاستخدام لكل من تمر عليه المياه، لكن استخداما عادلا ومنصفا. أولا في صاحب الحق هو المنبع فينا، نحن نستخدم المياه
ونستفيد منه وبعد ذلك نترك لهم. أصلا الماء جاري وهو نهر ليس بحرا. طيب فضيلة الشيخ، كيف يتصدى المسلمون لهذه الإشاعات المغرضة، تلك التي تقول بأن المسلمين على نزاع شديد في مسألة سد النهضة، تلك الإشاعات التي تردد بأن المسلمين حتى يعني يتعاونون مع مصر ضد بلادهم؟ السؤال الأخير في هذه النقطة، هناك العديد من النشاطات الإسلامية، حتى أن للأسف ممن ليس له علاقة بهذا الأمر تدخلوا في هذا الأمر وأدلوا بمعلومات مغلوطة وانتحلوا فيها صفة الديانة، صفة الدين. أحد المنسوبين إلى هؤلاء العلماء من الخليج، من إحدى دول الخليج، تحدث في تغريدة له، ولعل بعض مشايخنا الأفاضل قد ردوا عليه، ولكن أريد أن أسمع هذا الرد. تحدث وقال بالحرف بأن على العالم أن يضغط على إثيوبيا، أن على العالم أن يخنق إثيوبيا لمصلحة مصر، هذا معنى مدلول كلامه. لماذا؟ قال لأنها العروبة. فهل تفضل العروبة وتنتقى على أساس العدالة والحق؟ كيف ينظر الشرع إلى هذه النقطة؟ بسم الله، قبل الجواب أريد أن أقول شيئا، ونحن أيضا أخطأنا شيئا، هو المفروض أن نركز على الإعلام العربي، ليس لنفند جميع ما يقال من باطل فقط، بل لتعريف الحق وإبطال الباطل، لإحقاق الحق والعدل والمساواة. لأن هؤلاء الناس ومنهم المغرد الذي ذكرت صفته الآن لا يعرف الحقيقة عن البلد. إذا كانت القضية قضية إسلام فنحن نقول له عندنا في الحبشة 60 مليون مسلم أو 70 مليون مسلم. إذا كان الأمر كذلك ووصل عدد المسلمين أكثر من عدد الدول الخليج أو قارب أو ناهز عددهم، فمن في الخليج يجب عليه معاونة ومساندة المسلمين في الحبشة أيضا. لكن إذا ترك الأخوة الإسلامية وذهب إلى الأخوة القومية فنحن بريئون عن هذه العنصرية، هذا واحد. والأمر الثاني، نحن أيضا من قبلنا من الآن يجب أن نركز في تعريف حقيقة سد النهضة وغايات الحكومة ومراد الشعب فيما يتعلق بسد النهضة. سد النهضة هدفه ليس هدفا عسكريا ولا أمنيا، إنما هو هدفه تطوير شعب من خلال سد النهضة بإنشاء طاقة كهربائية يستطيعون الإنتاج الصناعي من خلالها. فإذا كان الهدف هذا وخلى عن أي شر في داخله، فيجب على المسلمين في العالم الإسلامي مساندتنا ومساعدتنا. فإذا كنتم لا تفهمون فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإذا كنتم تدرون وتعاملون أنكم لا تدرون فهذه مصيبة أعظم. فنحن في هذا البلد كثير من المسلمين ومن في داخل دول الخليج يعرف، كثير من المسلمين يذهبون بالبر والبحر، بالجو والبحر، إلى الدول الخليج لطلب عمالة. مثلا ما يقارب 2 مليون شخص كان يعيش في السعودية والغرض منه البطالة، العمل، الرزق. فالمسلم المسكين الذي يذهب إلى الإمارات وإلى البحرين وإلى السعودية وإلى السودان قبل 5 سنوات، كانت الخارجية السودانية أعلنت رسميا أن ما يقارب 2 مليون الشخص أو 1.5 مليون شخص أظن ذهبوا من أثيوبيا إلى السودان لطلب عمل، فما تركوا بلدهم وما هجروا إلا طلبا للرزق. نعم، لكن الحكومة الإثيوبية الآن
إذا انتهت من سد النهضة من سد النيل من سد النهضة وبدأت تشغيل السد وبدأ إنتاج الطاقة الكهربائية فاقتصادية الحبشة سيكون إلى أعلى درجة وهم يكرهون هذا نعم. فلماذا يكرهون أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله طبعا هناك يعني العديد من الأمور التي ربما يعني يجب أن نتوقف عندها فعلا كأن هذه يعني هذه السياسة المتبعة للأسف الشديد لدى الأشقاء في جمهورية مصر وأنت أكدت وأوضحت الموقف موقف المسلمين في بلادنا في إثيوبيا وتطرقت إلى أنهم رغم أي يعني الأمور العارضة التي ربما نشاهدها إلا أنهم في تحقيق مصالح الشعب كغيرهم من الإثيوبيين وأن هذا السد يعني هو لفائدة الجميع مسلميهم ومسيحيهم من عرقيات وأطياف المجتمع الإثيوبي طيب دور آدم تتحدث الكثير من وسائل الإعلام العربية حول وحتى بعض الشخصيات الشهيرة حول سد النهضة فتزعم بعضها بأن سد النهضة إنما كان تآمرا مع بعض الكيانات والدول كإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية نريد منك تفنيد هذه المعلومات والمزاعم قبل ما أرد له لهذا السؤال أبا أضيف على ما قاله الشيخ حامد بما قاله مع احترامي وتقديري نعم. للعلماء والأساتذة في الخليج العربي نعم. لكن لما يصرح أن الأولوية للعروبة المصرية والوقوف معها أقول يا أيها الشيخ يا أيها الفاضل أين أنت من الإسلام ومكانة الحبشة في الإسلام أنا بقول لك بكل صراحة أنتم لما انطردتوا أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم نحن اللي استضفنا يا أخي الرسول جاء برسالة عالمية ولم تكن محلية وعندما جهر في سنة 630 و610 و613 بالجهر فصدى بما تؤمر وأعرض عن المشركين ها فبدأوا يقتلوا ويذبحوا ويسجنوا ويطردوا أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأين أنت من قول الرسول لأصحابه اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا صالحا عادلا لا يظلم ولا يظلم عنده أحد وهي أرض صدقين هذه كلمات نبوية الذي لا ينطق عن الهوى إلا وحي يوحى إذن في تلك الفترة سنة 615 هاجر المهاجرون واستقبلناهم واستضفناهم وهذا كان توجيه إلهي للرسول صلى الله عليه وسلم إذن الحماية اللي قدمها النجاشي كملك والحبشة كبلاد والحبش كجنس والوقوف مع الرسول بجوار كان حول الرسول صلى الله عليه وسلم من أكثر من 80 من الحبيش من أصول الحبشية يساندونه في جميع الجهات ونحن دورنا في تربية الرسول أم وأيمن تلقاه في الأذان بلال اللي قال فيه الملك في قريش والقضاء في الأنصار والأذان والدعوة في الحبشة والملك النجاشي قدم 7 مرات جيوش مساندة للرسول إذن هذه اللي على أكتافنا ومن هنا لازم يعرف الشخص هذا اللي يتكلم عن الإسلام عن العروبة أننا احتضننا الإسلام ومن خير صحابتي صلى الله عليه وسلم الإسلام وصل عندنا قبل المدينة 8 سنوات وقبل العراق وسوريا 18 سنة وقبل فلسطين 21 سنة وقبل مصر اللي يدعي فيها 24 سنة بيد عمرو بن العاص اللي أسلم على الدين الجاشي نعم. وقبل الجزائر ومغرب 27 سنة وقبل السودان 36 سنة وقبل تركيا وإيران 76 سنة قبل الهند وباكستان 170 سنة وعندنا عدد عندك أكثر من 60 مليون مسلم إذن من الذي تضرر إلى المجاعة والفقر هم المسلمون الأقاطنون يا أخي سنة 1956 و77 نحن تعرضنا في البلاد إلى القحط والمجاعة أين الأمة العربية أين الجهات العربية أين المؤسسات الإسلامية اللي قامت بالمساندة المسلمون هم اللي هلكوا في القحط والمجاعة وهاجروا إذن وين هم في تلك الفترة نحن نريد الخروج من الفقر والتخلف ومن هذه هي رسالتنا هذه رسالتنا نعم.
ختاما القيادة لا تتنازل عن السيادة، الشعب يتطلع إلى السعادة، إن النخب الإثيوبية ومفكروا بلاد الحبشة وساستهم ورجال دينهم وعامة الشعب يقفون صفا واحدا كالبنيان المرصوص حول الوطن والقائد والقيادة، تحقيق المصالح وإسعاد المجتمع وتنميته في إثيوبيا عبادة وعادة، لذلك وجبت الإفادة، نهج يستحق الإشادة. في أمان الله.